الصيف على طريقة الهنود يقول من ألهمهم البحر في فصل الخريف أنه من تقاليد سكان جيجل القدامى، وأنه موسم على أطلال صيف كانت شمسه حارقة. الشام التي عندي في جيجل هذه على بيتي عند الجواج لها بزاف، وكان بزاف الناس ما تعملش في الصيف وتعمل غير في الخريف. Alors le mois de septembre, حنا on s'attendait à ce qu'il fasse mauvais parce qu'il a fait très beau, donc on a de la chance. Alors, je suis venue de Paris. وجيت avec ma famille en septembre parce que septembre c'est vrai, septembre il y a moins de monde. مع اعتدال الطقس لم تودع الشواطئ عشاقها، هي غواية أناس اختاروا السباحة بعد رحيل الصيف لأسرار كثيرة. Premièrement, mois de septembre, ما كاش الغاشي. C'est tout à fait normal. هنا في mois d'août ما تقدرش تجي تعوم. ما عندكش وين تحط رجلك كاع. احنا نحبوا نجيو نعوموا في مات سبتمبر هكذا، تنقص شويه لا بلاج من غاشي لا شارج، باسكو كالم وبحر صافي، غاشي ما كانش، فوالا اون بروفيت دو سولاي دو لا مير دي تو. بعضهم من مدينه جيجل واخرون مغتربون اختاروا عطلهم السنويه في فصل الخريف. انا من لما نجي جل واش هو اني عايش في الطاليان، كي نجي لي فاكونس تاعي نجي من لا فان اوت اونتر 20 اوت حتى 20 سبتمبر. رحل الصيف برواده الميامين وحل موسم اخر لم يحد عن البحر والبرونزاج والجلسات الحميميه، وبالتاكيد لن ترفع هذه المظلات الا بسقوط المطر.